السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء باش تدعمونا نوصلوا لألف مشترك إن شاء الله، وشكرا لكم. والآن غادي نبدأ الأخبار ديالنا لهذا اليوم بأبرز العناوين. ثنائي الرجاء الرياضي يغادر أكادير نحو الدار البيضاء بعد سلامتهما من كورونا. أيوب كحل يلمح إلى الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي يتجرع أول هزيمة في الودية الثانية أمام رجاء بن ملال. شباب المحمدية يريد خطف أحداد من الرجاء البيضاوي. سخط الزملكاوي على خالد بويومي بعد إشادته بأكاديمية الرجاء الرياضي. الجيش الملكي والمغرب التطواني يتربصان على لاعب الرجاوي. النصيري يفجر قنبلة جديدة بخصوص مباراة الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديد. سبب توقيف المغرب التطواني أيوب الكحل هو تعريضه على اللجنة التأديبية. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا مع أول خبر. ثنائي الرجاء الرياضي يغادر أكادير نحو الدار البيضاء بعد سلامتهما من كورونا. أنهى ثنائي فريق الرجاء الرياضي محمود بن حليب ومحمد دويك صباح يوم الأربعاء تحاليل كشف عن فيروس كورونا بمدينة أكادير، وسيعودان اللاعبان إلى مدينة الدار البيضاء بعدما تأكدا من سلبية الفحوصات التي خضعا لها بأكادير بعد رجوعهما من قطر. وللتذكير فإن محمود بن حليب ومحمد دويك مكث بقطر لمدة 3 أشهر اتلقيا العلاج من إصابة قوية بالمركز الاستشفائي أسبيطار. سخط زملكاوي على خالد بويومي بعد إشادته بأكاديمية الرجاء الرياضي. أشاد خالد بويومي محلل قنوات أبوظبي الرياضية وعضو نقابة الصحفيين المصريين بأكاديمية فريق الرجاء الرياضي، ونشر بويومي تغريدة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي التويتر كالتالي: أكاديمية الرجاء واحدة من أكبر الأكاديميات في إفريقيا، دليل النجاح لمنظومة إفريقيا، تسير بخطى ضخمة ومنتظمة في كرة القدم الإفريقية، برافو للمسيرين وديما رجاء. أيوب الكحل يلمح إلى الرجاء الرياضي. عبر أيوب الكحل جناح فريق المغرب التطواني عن رغبته الجادة في الانضمام إلى الرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ونشر الكحل تدوينة لإحدى مشجعي المط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. جاء فيها ما يلي: هاد اللاعب تقاتل وعطى بزاف، وهو من حقه يمشي فيما بغى، اي واحد بلاصتو غير يفكر يطور من راسو، سيد خدم على راسو من حقه يطمح اكثر. واضاف المشجع التطواني: باش ما نكذبوشي على بعضنا، تطوان فريق واعر ومحترم، ولكن كاين فرق بين اتلتيكو تطوان والرجاء البيضاوي. وتابع: بالنسبة للمشاكل عادي، ضروري كيكونوا المشاكل. وختمت دوينتو قائلا: مهم ما تبقاوش تسبوا السيد، كاين شي ناس ما عاملين حتى حاجة في حياتهم، ويجي يقول لك أيوب الكحل حاس براسو، الله يعفو على بنادم وصافي. ويعتبر أيوب الكحل من المواهب الصاعدة في البطولة الاحترافية، وهذا ما جعله على رادار أندية وطنية كبرى على رأسها الرجاء الرياضي. والآن نمر إلى الخبر التالي. سبب توقيف المغرب التطواني أيوب الكحل وتعريضه على اللجنة التأديبية. قرر نادي المغرب التطواني إبعاد لاعبه أيوب الكحل عن التجمع الإعدادي للفريق بسبب تصرف لا رياضي صدر عنه عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق ضد النادي السلمي. وجاء في بيان الفريق أن تصرف لا رياضيا صدر عن اللاعب مباشرة بعد نهاية المقابلة الودية التي خاضها الفريق ضد النادي السلمي، متمثلا في السب والشتم لإحدى اللاعبين. وتابع المغرب التطواني أن الفعل يتنافى مع القانون الداخلي للنادي وقواعد الروح الرياضية،
لذلك قرر الطاقم التقني إبعاده عن التجمع الإعدادي وتدريب الفريق لغاية البت في المنسوب إليه من طرف لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للفريق. وأشار المكتب المديري في البيان ذاته إلى أن المصلحة العليا للفريق فوق الجميع، واحترام روح المجموعة والحفاظ على تماسكها أسمى من أي فرد مهما كانت قيمته ووضعه الاعتباري. وسبق لأيوب الكحل أن أثار إسيا أنصار المغرب التطواني بخروجه على بعض الصفحات الاجتماعية وإعلان إعجابه بنادي الرجاء الرياضي وجماهيره. الرجاء الرياضي يتجرع أول هزيمة في الودية الثانية أمام رجاء بن ملال. تعرض فريق الرجاء الرياضي لهزيمة صغيرة أمام ضيفه رجاء بن ملال بهدف لصفر في المباراة التي جرت يوم الأربعاء بملعب الوزيز بالدار البيضاء، وذلك في إطار الاستعداد لما تبقى من مباريات في البطولة الاحترافية. وسجل هدف الفوز الفريق الملالي توماس بيا جوناز قبل نهاية المباراة بستة دقائق، وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى للرجاء الرياضي بعدما انتصر في أولى ودياته خلال الأسبوع المنصرم على حساب ويدة تمارا. وبدأ جمال السلامي مدرب الرجاء الرياضي المباراة بتشكيلة الضم، الحارس محمد بوعميرة إضافة إلى بانون وانغا ونعيم ومذكور، إضافة إلى كذلك مكعازي والوردي وناناح ومتولي وبكاري. وكان الفريق البيضاوي الذي يجري معسكرا مغلقا بالدار البيضاء قد فاز في وديته الأولى على ودة تمارا بثلاثية نظيفة، وسيخوض الودية الثالثة الجمعة المقبلة أمام جمعية سلا بملعب الوزيز. الجيش الملكي والمغرب التطواني يتربصان على لاعب رجاوي. اعتذر حسن بوعين لاعب الرجاء الرياضي ومنتخب الشباب المعار إلى شباب السوالم لمسؤولي الجيش الملكي والمغرب التطواني بحكم ارتباطه بعقد مع الفريق الأخضر. وذكرت إحدى الجرائد أن بوعين تلقى اتصالات مباشرة من مرافقين الجيش الملكي والمغرب التطواني بعد نهاية المباراتين الإعداديتين أمام شباب السوالم نهاية الأسبوع الماضي بالرباط وتطوان، واستفسروه عن سنه ووضعيته، لكنه أبلغهم بأنه معار من الرجاء الرياضي. وتألق بوعين في المباراتين معا بعد تسوية وضعيته الإدارية بحكم أن مسؤولي شباب السوالم كانوا يعتقدون أن إعارته ستنتهي في 30 يونيو قبل أن يقترح عليه الرئيس بوشعيب بن الشيخ والمدرب رضوان الحمر إتمام الموسم مع الفريق. النصيري يفجر قنبلة جديدة بخصوص مباراة الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديد. كشف سعيد النصيري رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم عن معطيات جديدة في المباراة التي أثارت الجدل في أوساط الساحة الكروية الوطنية بين فريقي الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديد. وأكد النصيري في تصريح له لإحدى القنوات أن إدارة الرجاء الرياضي هي التي راسلت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية وطالبت بتأجيل مباراة الدفاع الحسني الجديد وبرمجتها في السابع من شهر يناير. وتابع الناصري في نفس التصريح أن لجنة البرمجة استجابت لطلب الرجاء رغبة منها في مساعدة الفريق في المنافسة الخارجية، إلا أن بعثة الرجاء الرياضي لم تعد من الجزائر للعب مباراة الجديدة في الوقت التي برمجت فيه، ولا زال الترقب يسود الأوساط الكروية في المغرب في انتظار البت في هذه القضية، إذ يتمسك كل طرف بدفوعاته التي قدمها سلفا. ويذكر أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع سبق أن أكد أن الحسم في هذه المباراة يجب أن يكون قبل استئناف منافسة الدوري الاحترافي في 24 من الشهر الجاري. شباب المحمدية يريد التعاقد مع حميد أحداد. كشفت إحدى المصادر المقربة من نادي الرجاء الرياضي أن نادي شباب المحمدية الممارس بالقسم الثاني دخل في مفاوضات جدة مع مسؤولي نادي الزمالك المصري من أجل التعاقد مع اللاعب حميد أحداد المعار لنادي الرجاء الرياضي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي. ويسعى أتمنى رئيس نادي الشباب المحمدية الدخول مبكرا
في سوق الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين في البطولة، خصوصا أن فريق مدينة الزهور ينافس هذا الموسم على بطاقة الصعود للقسم الممتاز. ويذكر أن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة محط اهتمام العديد من الأندية الوطنية والعربية، والتي ترغب في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق الأخضر الرجاء الرياضي. وكان نادي الرجاء الرياضي تعاقد مع اللاعب حميد أحداد كمعار من نادي الزمالك المصري، ويوجد بند في عقد اللاعب يمنح الرجاء الرياضي أفضلية التعاقد معه، لكن مطالبة الفريق المصري بأكثر من مليار سنتيم من أجل الاستغناء عنه قد يجعل الرجاء الرياضي ينسحب من الصفقة. والآن خوتي وخواتي انتهينا من قناة أخبار الرجاء الرياضي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب به والاشتراك في القناة وتبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء، وشكرا لكم. وفي الأخير لبيت طلب ديال واحد المتابع في القناة ديالي اسمه أنس، كانت من الشفاء العاجل لبنت أخته وكذلك لجميع المسلمين.